كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. إليكم كيف شفى سيدنا يسوع المسيح أعمى أريحا. باسم الآب والابن والروح القدس أمين. ووصلوا إلى أريحا، وبينما يسوع خارج من أريحا هو وتلاميذه وجمع غفير، كان برطيمة أي ابن طيمة وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق. فلما سمع أنه يسوع الناصري بدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره أناس كثيرون ليسكت، إلا أنه كان يزداد صراخا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى قائلين له: ثق وانهض، إنه يدعوك. فطرح الأعمى رداءه ووثب وجاء إلى يسوع. فقال له يسوع: ماذا تريد أن أصنع لك؟ قال له الأعمى: ربوني أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك خلصك. وللوقت عاد يبصر، وراح يتبع يسوع في الطريق حقا والأمان لجميع. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. سلام المسيح معكم. أحبائي، وقفتنا بهالشمس مش هينة، بس طبعاً مع اللي جمعنا اليوم ما منشعر إنه الشمس رح تقدر تأذي، لأنه اللي جمعنا هو بيشفينا. نحن اليوم دعينا لنجتمع هون بهالمكان، والدعوة مش من حدا، الدعوة نابعة من داخلكن، الدعوة وصلت من قلبكن. لذلك هذا القلب اللي بيخفق بالحياة لا يمكن أن يسكت إلا بالموت، وطالما إلهنا غلب الموت فإذن نحن نبقى أبناء الحياة، حتى بعد هذا الموت نبقى نحب ونبقى من أبناء الحياة، ويبقى لبنان وطن لإلنا، وطن القداسي والحب والحياة. بيوم من الأيام بهالمكان بالذات رفاق لإلنا يمكن سقطوا، ونحن لقائنا معهم هون منو إلا عرفان بالجميل لنقول لهم نحن معكم. مش بس معكم كأشخاص، نحن مع القضية، مع الوطن، أن يبقى هذا الوطن ملجأ لكل إنسان عاشق للحرية، لكل إنسان بحب يعيش بكرامة وباستقلال، أن يبقى لبنان هذه الواحة اللي منقدر فيها نتنفس حرية، وتكون عم تنبض عروقنا بالكرامة، وتكون حريتنا مصانة، ويكون صليب يسوع المسيح حامينا وحامي الجميع. اليوم ما فيني أقول بالصدفة، نحن المسيحيين لا نؤمن بالصدفة، نحن منقول إرادة الله شاءت أنه نلتقي اليوم بأحد الأعمى لحتى ناخد من هالمناسبة عبرة لإلنا قديش يا إخوتي نحن عم نعيش بوطن الناس فيه كتار عميان، ولو كانوا عم يعرفوا يمشوا على الطرقات، لأنه عمل بصر وعمل بصيرة أيال أقوى، أيال أقوى أن يكون الإنسان أعمى بالبصيرة، يعني أن لا يرى بالقلب، أن لا يرى بالعقل، أن لا يرى بالضمير، هذا هو الإنسان الأعمى الحقيقي، إنما العمى الخارجي منه شيء.
بس مجرد عاهة بتكون جسدية، إنما الإنسان المتلين بالحياة واللي بيقدر يقشع بقلبه يستطيع أن يصل إلى الهدف مهما كسرت الصعاب. ويسوع عم يدعينا، وخاصة بكتاب القداس إذا انتبهتوا في مطرح منقول فيه أبصر نعمة الإبن. أن نبصر مش معناتها أن نرى بعضنا البعض، أن نبصر يعني أن نرى نعمة الله فينا، أن نعرف نميز بين ما هو صالح وما هو غير صالح. من هيك نحن مدعوين إخوتي بهالقداس المبارك وبهالأحد بالذات أحد الأعمى، لحتى نرجع نجدد فعل إيمان بهالوطن، لحتى نعرف نقشع مزبوط بعين القلب وعين الضمير، نعرف نقشع مزبوط إنه نحن وين طريقنا، وين الهدف اللي نحن بعدنا ربنا شاء إنه نضل طيبين من أجله، إلى ماذا نسعى. بيقلنا مربولوس بهالرسالة اللي سمعتوها كلام حلو كتير بحب رددوا، بيقلوا نحن صحيح إنه نحيا في الجسد، ولكننا لا نحارب كأناس جسديين. ما تفكروا يا إخوتي بالزنود وبالبطش بيقدر الإنسان ابن الحق يوصل، نحن ما منوصل بالقوة ولا بقوى جسدية، لأن أسلحة جهادنا ليست جسدية بل هي قادرة بالله على هدم الحصون المنيعة. فإننا نهدم الأفكار الخاطئة وكل شموخ يرتفع ضد معرفة الله. فإذا نحن هيدي القوة تبعنا مش قوة الجسد. نحن ما بدنا بقى نحارب لا بالبرودي ولا بالفرد ولا بالمدفع ولا بأي وسيلة قتل أخرى، لأنه جربناها وعرفنا أنه هيدي التجربة كانت مرة لإلنا وللآخرين. نحن أعطينا أقوى من هيك بكتير، أعطينا الفكر، أعطينا العقل، أعطينا الإرادة، أعطينا التصميم. وقت اللي هودي منخسرهم ساعتها منخسر القضية، لو كان معنا قد ما بده يكون معنا من سلاح. لذلك خلينا نبدل السلاح من سلاح جسدي مادي إلى سلاح روحي. سلاح روحي بالله أول شيء، بيسوع المسيح فادينا ومخلصنا واللي غلب الموت وقوى الشر كله، وبعدين أعطانا أن ننظر إلى ذاتنا. نحن عنا سلاح عقلنا، إرادتنا، طموحنا، إبداعنا، وعم نشوف اللبناني قديش مبدع في كل العالم وقت اللي بيعطى له فرصة. لذلك خلينا نحول هالنظرة من قضيتنا والدفاع عن قضيتنا أن نبقى بكرامة وبحرية في هذا الوطن إلى حرب فكرية، إلى حرب إيمانية. نعيش إيماننا بصدق، نعيش طموحاتنا بالعمل، بالجهاد، بالجد، أن نصنع دولة بكل معنى الكلمة بإرادات طيبة، بإيجابية وليس بسلبية. ما نتطلع بسلبية أبدا، لأنه دماء الشهداء بتطالبنا بعدين فيما بعد شو عملتوا لأن يبقى الوطن. إذا نحن بهداك الوقت ما كان في طريقة إلا أن نحارب بالجسد، بس أنتوا اللي أعطيتوا أن تحيوا من بعدنا، شو قدرنا نعمل؟ من هيك أنا بطلب منكم هلأ نرجع نجدد فعل إيمان، إيمان بالله وإيمان بقضيتنا أن يبقى هذا الوطن هو واحة الحرية والكرامة، وخاصة نحن عنا نعم كبيرة هي واحة القداسي. نحن أبناء قديسين في وطن قديس، نحن مدعوين لحتى نعيش وننظر في عين القلب وأن نكون أصحاء بالبصيرة وليس فقط بالبصر، أن نكون نرى نور المسيح وليس بس نور هذا العالم اللي بيبرق واللي ما بيعطي شيء ولا بيفيد، إنما نور المسيح هو اللي بيخلصنا. بطلب منكم هيك نوحد كلمتنا مع بعضنا البعض هلأ ونجدد إيماننا، نطلب من ربنا يرحم كل الموتى، يرحم شهدائنا، ونحن يحفظنا بإيمان وبثقة وبحب لبعضنا البعض ولها القضية اللي بتجمعنا باسم يسوع المسيح. وهلأ كلنا سوا يا إخوتي منجدد إيماننا بفعل الإيمان، نؤمن بإله واحد.
من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وعشر يأتي مجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنفصل من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الدائمة آمين. هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذباح قوتا للبيع هللويا وخبز حياة. أيها رب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين بل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. أمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصلوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطوباوية والدة الله مريم وجميع القديسين. أذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة شهداءنا الأبرار الذين قدموا ذواتهم لأن يبقى لبنان وطن الحرية وطن السلام والمحبة ومن أجل هذا الجمع الحاضر من أجل عيالكم ليباركها الرب من أجل مرضانا ليشفيها الرب بالنفس والجسد ويرحم نفوس موتانا ويحفظ وطننا الحبيب لبنان من كل شر ومن كل فتنة ويلقي فيه السلام يا من تحيا وتملك إلى أبد الأبدين. هللويا لوالدات الله الأم العذراء الأنبياء والرسل والشهداء والخدام الكهنة جوق الأبرار كل أولاد البيعة نحيي التذكار. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم يا إخوتي الأحباء. طوبى للسعينا إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا لأنك للجميع الملجأ والمعين وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا
فنرفع المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس معنا جميعا يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت هوشعنا في العلا. وبيوم هودق دمحة شودي لي مع بيت حاية نساب اللحم بيده وقادي شوتو بارخ قادش وقصو يا بالتلمدا وكدمار سابخو المنه كل خون هونو دنيتاو فغرودي نحلف يكون وحلف ساجي ما تقسي وما تهيب حصو يطحوب والحاي دلعولم علمي. آمين. وخانوا على الكوس دمزغوا من حمر من مايو بارخوا قادش ويا بالتلمداو كدمار سابشتاو منه كل خون هونو دنيتاو دمو ديل دياتي قحداتو نحلف يكون وحلف ساقية متشد ومتهب حصو يطحوب والحاي دلعولم علمي. آمين. وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأحياء والأبرار والخطا، بل ترأف بنا وارحمنا وأشع بوجهك عن خطايانا وعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى بيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطاء فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا
استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، ويجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. نصلي يا إخوتي في هذا الوقت المقدس من أجل الكنيسة والقيمين عليها، بابا روما، مار فرانسيس، جميع البطاركة والأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، ليكونوا متضرعين متوسلين إليك عن شعبك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين وجميع القديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الأباء الأطهار والملافنة الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، اعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كفي أبونا. اذكر يا رب موتانا المؤمنين الراقدين على رجاء القيامة، لا سيما شهدائنا الأبرار الذين سقطوا ليبقى لبنان وتبقى مصانة الحرية والكرامة والاستقلال. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي نرجو بواسطته أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أبوت كوشتو بروخ ديب حود مرايلوخ الهون قابل دحلو فايميت وتحاسبي هو قربانو ساب من ايداي وترعولي ولو تدخلي حطوه تسعرت قدوم رابطوخ. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد. أهلنا يا رب نحن أبناءك الضعفاء الخطأ أن نقف ونصلي الصلاة التي علمتنا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير،
لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناول واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتأيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله، أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أخوتي الأحبة، بتمنى منكم هلأ يسوع اللي دعينا نكون قراب لإله، إذا مرة واحدة معلش ما في مانع إنه نجي نحن بالدور نمرق من هون، ناخد إرباني بإيدنا منغطى بدم المسيح ومنتناولها بخشوع. أتمنى إنه هيك منحس إنه عم نلقط يسوع بإيدنا لحتى يسوع يكون معنا وحافظنا ومباركنا. كما يشتاق الأيل إلى مجاري المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله. ضمئت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى آتي وأحضر أمام الله؟ قد كان لي دمعي خبزا نهارا وليلا، إذ قل لي كل يوم أين إلهك؟ أذكر هذا فأفيض نفسي علي، إني أعبر مع الجمهور وأقصد بهم بيت الله بصوت ترنيم وهتاف تعيد. لماذا تكتئبين يا نفسي وتقلقين فيا؟ ارتجي الله ف
فإني سأعود أعترف له وهو خلاص وجهي وإلهي. تكتئب نفسي فيا فلذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمونا من جبل مصر. غمر ينادي غمرا على صوتي شلالاتك جميع تياراتك وأمواجك قد جازت علي في نهاري. يأمر الرب برحمته وفي الليل نشيده عندي صلاة لي إلهي خلاصي. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، القطاف لا ينتهي قطاف الحياة، والحصاد لا ينتهي حصاد المحبة، والغلال لا تنتهي غلال الرحمة. هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، تعال اغسلني فأصبح نقيا نابعا سرمديا ما راكب محملة حنطة السلام إلى مواني الجياع المهجورة. حنطة السلام دعني أتعب كالدوالي من خير المحبة. هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني ومياه راحة يوردني. يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني ومياه راحة يوردني. إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي.
عصاك وعكازك هما يعزيانني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني، ومياه راحة يوردني. الجودة والرحمة تتبعانني جميع أيام حياتي، وسكناي في بيتي ربي طول الأيام. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني، ومياه راحة يوردني. تهيئ أمامي مائدة تجاه مضايقي، وقد مسحت رأسي بالدهن وكأسي مروية. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني، ومياه راحة يوردني. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاق. فسرت بهديك في دربي وبظمع المشتاق، لمن هلك الصافي العذب أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك المقدس ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محباً للبشر ارحمنا. ما أحب مساكنك يا رب الجنود، تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب، ويرنم قلبي وجسمي للإله الحي. العصفور وجد له مأوى واليمامة عشا، تضع
صراخها من لي بمذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يبرحون يسبحونك. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك. باركنا نحن شعبك وميراثك. احفظنا بصليبك. كن لنا سترا وملجأ وكملنا بفيض بركاتك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. لنذهب بسلام يا إخوتي وأخواتي مع الزاد والبركات التي نلناها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبنا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. خلينا نتذكر كلنا سوا رفيق اللي قالنا هي أول سنة ما بيكون معنا حاضر بالجسد منه حاضر بس أكيد بالروح حاضر. هو سمير حريقة من ويد العرايش. فأدنى السنة الليل اليوم نحن رح نقدم هالقداس لروحه لأبونا ما عطيني الاسم تيقدمه نسينا بس أكيد ما نسيناه. القداس اليوم نهديه كل شهدائنا نهديه لكل شبابنا اللي غادرتنا بالجسد بفترة هالسنة اللي مرقنا فيها اللي كانوا معنا سنة الماضي واللي ما كانوا معنا اللي عاشوا هاللحظة على الفيسبوك أو غير الفيسبوك وكمان غادرونا مش موجودين بيناتنا اليوم. هالقداس مهدى لأرواحهم هني. الشغل التاني سنة الماضي حطينا لوحة الأيادي الوسخة كسرتها حتى لوحة ما بيتحملوا وعدناهم انه كل سنة رح نحط لوحة ليخلص صنين في كتير صخر. هلا رح نمشي مسيرة من هون على اللوحة نحط الإكليل الغار ومن بعد منه اللي بيحب يشاركنا الغداء مثل كل سنة رح نتغدى بالتلال. وأهلا وسهلا فيكم وقدس مبارك وعقبال كل سنة. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا إديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. الراحة الدائمة أعطهم يا رب ونورك الزبيب في الله فلتسترح نفوسهم بالسلام برحمة الله والسلام. بنعمة الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. آمين. الله خلينا إياكم طول عمرك ما تخافوا من اللي بيشيل الصخر. يسوع أول واحد شال الصخرة عن باب القبر لحتى باين إنه هو القيامي.